السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه شيوات كوزينتي. اليوم ان شاء الله الى حيان الله غادي نديرو غولي سافايا اللي غادي نحتاجو ليه. عندي هنا بالنسبه للعجينه عندي نص كيلو ديال الفورس، عندي خماره وقبصه ديال الملحه، عندي ثلاثه المعالق كبار ديال الزبده، وعندي كاس ديال الحليب. بالنسبه للغارنيتور ديال لي غولي غادي نحتاجو، عندي هنايا جامبون فيمي اللي قطعته طريفات صغار على هذا الشكل بحال هكا، عندي واحد البطاطا كبيره اللي سلقت وقطعت طريفات على هذا الشكل بحال هكا، عندي كاس ديال ياغورت مسوس. الا كان عندكم لا كريم فريش كان احسن، ولكن حيت انا ما توفرتش عندي هذاك الشيء علاش درت ياغورت مسوس. عندي بصله مشلفه، عندي فرماج محكوك وربعه ديال المثلثات ديال الفرماج، الملح والابزار. في اناء غادي نديرو الدقيق، غادي نديرو خميره، قبصه ديال الملحه، غادي نديرو الزبده. هذا العجينه راه بحال شكل تقريبا ديال الصابلي اللي كنديروا بها لي طارطيط وصا، غير هي ما كنخلطوهاش بالبيض، كنخلطوها بالحليب باش كتجينا رطبه. غادي نبداو نخدمو العجينه مع الزبده على هذا الشكل بحال هكا، وان كتعرفوا الواحد ملي كيدير بحال دابا الحليب ولا دانون مسوس في شي في اي عجينه كتجي رطبه. ملي رملنا الدقيق بالزبده حتى ولا على هذا الشكل بحال هكا، دابا غادي نبدا نزيد الحليب بشويه بشويه ماشي كله، كون كتعرفوا على حساب كل دقيق، كاين دقيق اللي كيتشرب بزاف وكاين دقيق لا. العجينه ديالي ها هي وجدات كي كتشوفوا رطبه، وانا مازال زدت واحد شويه ديال الحليب حيت كان خاصني شويه، لان الدقيق عندي كان خصو بزاف ديال السوائل. كتولي العجينه على هذا الشكل بحال هكا رطبه. دابا انا غادي نخليها، غادي نغطيها وغادي نخليها 5 دقائق، يعني بحال لو كونسيبت ديال العجينه ديال لاطارت كي قلت لكم في الاول، غير ديال لاطارت كنكونوا دايرين فيها البيض وهذه درنا فيها الحليب. غادي نخليوها كي قلت لكم 5 دقائق غادي نغطيها، ومن بعد نكملوا لا غوسيت ديالنا ان شاء الله. اول حاجه غادي ندير مقله فيها شويه ديال الزيت، وغنشحر فيها هذيك البصله، البصله ديالنا ملي تشحرات على هذا الشكل بحال هكا غادي ندير لها شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، وهاي البصله ديالنا وجدات. من بعد ما ارتاحت العجينه ديالتنا انا درت مايزينا على البلاصه اللي غادي نخدم فيها، غادي نقاد العجينه على شكل مستطيل على هذا الشكل بحال هكا، وغادي نسرحها. من بعد ما سرحت العجينه هي كتكون رقيقه على هذا الرق بحال هكا، غادي نجيبو هذاك الياغورت غادي ندهنو به العجينه كامله. هي كي قلت لكم الا كانت لا كريم فريش ولا كريم فريش ثقيله ماشي الخفيفه تقدروا ديروها في بلاصه هاد الدانون مسوس، انا حيت ما توفراتش عندي هذاك الشيء علاش درت دار ياغورت مسوس. غندهن به مزيان على هاد الشكل بحال هكا. هي نورمالمون هادي كتكون بيتزا سافايا، مي بون انايا اليوم قلت علاش ما نبدلش ونديرها بحال هكا على شكل بحال شنيك، وهو غولي سافايا كتبدل شويه. اون بليس بالنسبه للدراري الصغار كي كنقولوا مع دابا قرب الدخول المدرسي كنوحلوا في البوتي شنو يديو معاهم، ولا بالنسبه للانش بوكس ديالهم حتى هو. الوغ سي اون ايدي فكره يديرها لي بارون تعجب الدراري. بون هادشي كلشي اللي كاين فيها كيعجب الدراري علاش لا. غادي نجيب هذيك البصله غادي نديرها، بصله ما كثرتهاش حيت كاينين الدراري صغار اللي ما كيبغيوهاش، الوغ كنديرو غير شويه. غادي ندير البطاطا، البطاطا
يعني كي كتشوفوا انها مقطعه رقيقه. غادي نديروا داك الجامبون، تقدروا الا ما كانش عندكم الدراري ما كيبغوش الجامبون تقدروا تعوضوا بالكفته او بالبلون دو بولي مقطع رقيق بزاف ومحمرينه، ما هي كتجي غزاله بلو جامبون. غندير شويه ديال الملح وشويه ديال البزار. غادي نجيب هذاك الفرماج تريونغل، هو اللي غادي نديرو هنايا لداخل، غادي نقطعو طريفات صغار. بون غادي نجمعو الغولي ديالنا، غادي نحاول نديرو بحال شكل ديال شناك. غنمشي مع العجينة غير بشوية، أنا كنورك باش كتاخد الفورما وباش كلشي كيلصق في بلاصتو. انا كنجيب هاد بحال هكا، هاد الطرف بحال هكا، غادي نكادو كيولي بحال شكل ديال ان بودا. غادي نجيب الفيل اليمونتير وغادي ندير فيه هاد لو غولي. غنديرو في الصينيه عندي انايا وغادي ندخلو الكونجيلاتور يبرد واحد شويه ويشد في راسو باش انا نعرفو كيفاش نقطعوه ان شاء الله. من بعد ما بردت العجينه ديالتنا غادي نحيدها من البلاستيك وغادي نبدا نقطعها. غادي ناخذ العباره على ديال الموس وغادي نقطع. غير بالمهل بشويه كيجيو على هذا الشكل بحال هكا. غادي نحطها فوق من لاطا ديال الفران اللي انا دهنت. غادي نبقى حتى نكمل كاع الرولو ديالي وغادي نرجعو من بعد ان شاء الله. لي غولي ديالنا ها هما قطعتهم، جاوا على هذا الشكل بحال هكا. انا خرجت لي تقريبا 19 حبه، باقي واحد 3 غير بما تخرج هادي وغادي ندير دوك 3 وغادي ندير لهم الفرماج محكوك من الفوق. ما غاديش ندهنهم بالبيض ولا شي حاجه، غندير لهم الفرماج. هي هاد لاغوسا ديال سافايا كل ما تكثر فيها الفرماج بزاف كل ما كتجي بنينه وزوينه. انا الفران سخنا على درجه الحراره 180 درجه، غادي ندخلهم يطيبوا مده ديال 20 دقيقه وان شاء الله غادي نقدموهم بالصحه والراحه.